بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أرسل لي أحد الأحبة القراء مقاطع فيديو لبعض من يدعون أنهم مفكرون أو أنهم مفكرين إسلاميين، وأحدهم طبعا تعرفون منهجي، لا أحب ذكر الأسماء لأن الفكرة ذاتها تتكرر. يعني أنا طبعا بعد أن شاهدت هذه المقاطع بحثت بنفسي على الإنترنت، ووجدت أن هناك، يعني أنا الذين شاهدتهم على الأقل 4 أو 5 يكررون نفس الكلام. يعني هم يأخذون الأفكار من بعضهم ويلقونها لعامة الناس، واليوم كما تعلمون شبابنا دماغهم حشية معلومات فارغة من الإنترنت، لا يحفظون القرآن، لا يتقنون اللغة العربية، ليس لديهم قدرة على البحث العلمي، ليس لديهم قدرة على تدبر آيات القرآن ومقارنة الآيات ومعرفة دلالات هذه الآيات، وبالتالي فإن هذه الأفكار تنطلي عليهم فيعتقد أن كلام هذا الباحث صحيح. ولكن أنا كعادتي أحب أن أخضع أي معلومة لميزان البحث العلمي والقرآني. الله أمرنا عندما قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كل فكرة ليست من عند الله سنجدها متناقضة مع بعضها. القرآن العظيم ليس فيه تناقض، وسنثبت ذلك حالا. يدعي هذا الباحث أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب لمن كان في زمنه، لأن النبي لا يشرع. أنقل قوله أنا: النبي لا يأتي بتشريع من عند نفسه أو من تلقاء نفسه، بل هو يطبق ما جاء في القرآن. طيب، هذا كلام جميل. بالفعل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الذي ميز النبي هو الوحي، وإلا هو بشر. ولكن الله علمه، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالمستوى العلمي لدى النبي عليه الصلاة والسلام والقدرة على التدبر والقدرة على التفكر والقدرة على استنباط الأحكام والقدرة على فهم القرآن أعلى بكثير من الناس، وإلا لماذا هو نبي؟ يعني بالمنطق الله يرسل نبيا، يرسله لماذا؟ رقم واحد، لينقل لنا كلام الله عز وجل. رقم اثنان، ليبين ويوضح وينير لنا الطريق. ينير. إذن من الخطأ أن تقول النبي لا يعطي تشريعات من نفسه. هو بالفعل لا يعطي، ولكن هذا النبي علمه الله علوما لم تصل إلينا إلا من خلال هذا النبي. وعلمك ما لم تكن تعلم. شوفوا أحبتي، أنا سأبدأ معكم بهذا الموضوع. هل النبي يشرع من عنده أم من عند الله؟ إذا كان من عند الله معنى ذلك أنه ينبغي أن يلتزم بالقرآن الكريم، لا يخرج عن القرآن. ونحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ذرة خارج القرآن، ولكن المعلومات الموجودة في القرآن لم، يعني نحن لم نصل لكل علوم القرآن. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أنا ليس لدي، أنا لا يمكن أن أقارن نفسي أو هذا المفكر أو ذاك المفكر، لا يمكن أن نقارن أي إنسان مهما بلغ بالعلم بالعلم الذي أعطاه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. أعطاه علوم كثيرة جدا ليست في طاقتنا نحن. هذا النبي يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يعطينا معلومات
جديدة بالنسبة لنا يستنبطها من القرآن بالقدرة والعلم الذي منحه الله إياه، فيسهل علينا المهمة. لذلك هو كالسراج المنير، ينير لنا الطريق. يعني نحن الآن، أنا أجلس في هذه الغرفة، إذا انقطع التيار الكهربائي أبحث عن الموبايل مثلا لأشعل الضوء هكذا، هذا الضوء ما الذي يفعله؟ أستطيع أن أرى به الأشياء. إذا أنا من دون هذا النور، علم أن الشيء موجود أمامي ولكن لا أرى، أحتاج لمن ينير لي الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى ماذا قال في حقه؟ وسراجا منيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لو قال فقط منيرا من خلال القرآن، أيها الأحبة، نحن نعلم أن الشمس سراج والقمر منير. الله تعالى يقول وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، في آية أخرى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، في آية أخرى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. طيب، النبي أعطاه صفتان، الله أعطاه صفتين، أنه سراج ومنير. طيب ما الفرق بين هذه وهذه؟ دعوني أعرض الآية الكريمة. طبعا هذا البرنامج الإحصاء هذا برنامج عظيم جدا، يعني أيها الأحبة أتمنى من كل أخ أن يستفيد منه. إذن أنا لدي كلمة منير ذكرت في القرآن 6 مرات، 6 مرات، تمام أيها الأحبة. المرة الأولى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. إذن المنير هي صفة للكتاب الذي أرسله الله مع أنبيائه، فهؤلاء الأنبياء جاءوا بكتاب منير ينير لنا الطريق لكي لا نقع في الحفر. الإنسان الذي يمشي في الليل في جو مظلم، إذا لم يكن هناك قمر ينير له الطريق يسقط في الحفرة، يقع في وادي لا يرى شيء. فالله عز وجل جعل هذا القمر منيرا، أي أنك بنور هذا القمر الذي يعكسه من الشمس، القمر لا ينير بذاته أيها الأحبة، هو يعكس ضوء الشمس، يعكس ضوء الشمس. النبي يعكس لنا التشريعات الإلهية، لا يأتي بشيء من عنده، ولكن بنفس الوقت سماه الله سراج. طيب ما الفرق بين سراجا ومنيرا؟ دعوني أتأمل الآية الثانية. أولا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين، وهم طبعا ليسوا تنويريين، لأن التنويري هو الذي ينير لك الطريق بشكل صحيح، أما أن يأخذك في اتجاهات خاطئة هذا إضلال للناس. فلذلك كلمة التنويريين والتنويريون مصطلح استخدم خطأ للأسف، يعني لا ينطبق على من ينحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بطاعة النبي. وسوف نرى الآن القرآن مليء بالآيات التي تأمر بطاعة النبي. طيب هنا قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إذن صفة الإنارة أعطاها الله للقمر أنه يعكس ضوء الشمس، وكلمة سراجا هي الشمس التي تعطي الضوء بذاتها. طيب ما الفرق؟ السراج أيها الأحبة وهو الشمس هو يولد الفوتونات الضوئية في داخله، كتلة هائلة في داخل الشمس، كتلة هائلة من العنصر الهيدروجين، أخف العناصر في الطبيعة.
بظروف معينة بسبب درجات الحرارة الهائلة تندمج ذرات الهيدروجين مع بعضها لتشكل ذرة هيليوم، ذرة هيليوم فيها إلكترونين. هذه ذرة الهيليوم أثناء تشكلها تطلق طاقة هائلة فيها فوتونات، فيها أشعة جاما، فيها كذا، في يعني أشعة ضوئية مرئية وغير مرئية. إذا الشمس تطلق أو تصنع الضوء وتطلق الضوء، والقمر يعكس النور. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله في حقه؟ انظروا أيها الأحبة، قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الكلام بحق من قيل؟ بحق من؟ بحق النبي. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهنا رد على من يعترض على كلمة النبي والرسول، يقول: الطاعة للرسول وليست للنبي. يعني لا أدري من أين جاء، أيضا هذا موضوع آخر. الله يقول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب، نبي ينذرني، كيف تقول أنا غير مطلوب مني أن أطيعه؟ طيب، نبي جاء يبشرني بالجنة، أرفض هذا التبشير؟ ينذرني وينبهني أن هناك عذاب قادم، أرفض؟ يحذرني أن هذا الطريق إذا سلكته ستبلغ، ستقع في الحفرة، حفرة من حفر النار والعياذ بالله. طيب، أرفض هذا؟ أقول: لست ملزما بطاعة النبي، لأنه لم يقل يا أيها الرسول. يعني كلام فارغ أيها الأحبة، لا أجد أفضل من هذه الكلمة. من يقول النبي شيء والرسول، طبعا هناك دلالات للكلمات في القرآن أن القرآن يستخدم كلمة النبي في مواضع محددة تناسب المعنى الذي يريد أن يوصله لك القرآن، وتجد أن القرآن يأتيك بكلمة الرسول في المواضع التي يريد أن يوصل لك معلومة معينة تناسبها كلمة الرسول، مثل عندما يستخدم الفرق بين الكتاب والقرآن والفرقان والذكر، تجد أن القرآن يستخدم الكلمة المناسبة للمعنى، أما بالنتيجة كله كلام الله. يعني الذكر ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله، كله كلام الله، وهو القرآن الذي بين أيدينا. ولكن الله تعالى يستخدم الكلمة التي تناسب الجملة الموضوع فيها. هذا موضوع آخر أيضا، نحتاج إلى حلقة. إذن هنا الخطاب: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يعني هذا النبي بصفته كنبي وليس كرسول سيشهد علي. طب كيف يشهد علي هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم أطبق تعاليمه، نهجه الذي سار هو عليه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما هي الأسوة؟ طب هذا الباحث الذي نتحدث عنه وغيره طبعا، يقول: النبي جاء بتشريعات مدنية تناسب ذلك العصر، القرن السابع الميلادي. اليوم نحن غير ملزمين بتطبيق هذه التشريعات لأنها غير مناسبة لزماننا، ولكن القرآن مناسب لكل زمان ومكان. طبعا أيها الأحبة، من أين جئت بهذا الكلام؟ أنا أقول: ما هو دليلك عليه من القرآن؟ لا شيء، لا يمكن أن يجد آية من القرآن تدل على أن طاعة النبي غير واجبة اليوم، بل العكس هو الصحيح. إذن يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. منيرا يعني النبي ينير لنا الطريق بالتشريعات الموجودة في القرآن، وسراجا أي أنه يعطي تشريعات ولكنه لا يخرج خارج القرآن. يعني هنا مغالطة يسوقها بعض المفكرين. النبي لا يمكن أن يخرج خارج القرآن، صح، ولكن هل علمت أنت ماذا يوجد في القرآن؟
هل علمت كل علوم القرآن؟ طبعا النبي عندما يعطي تشريعات، إذا بحثنا وتدبرنا وتعمقنا نجد لها إشارات في القرآن العظيم، نجد إشارات واضحة، مثل موضوع عذاب القبر أنكره بعض المفكرين وقال لا يوجد عذاب قبر، بحجة أنه لا يوجد آية تشير أو تؤكد عذاب القبر. عندما بحثنا وجدنا عشرات الآيات، ولكن تحتاج إلى استنباط وفهم وتفكر وتدبر، وهو ما أمرنا الله به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن أيها الأحبة، أنا الآن أعتقد أن النبي يصدر تشريعات، يشرع، ولكن تشريعات يأتي بها بوحي من الله وباستنباط من القرآن، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال أيضا: وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب كيف يهديني الآن النبي؟ يهديني أنا الآن كيف يهديني؟ إذا أمسكت بالتعاليم وكتب السنة والأحاديث ورميت بها جانبا، كيف أهتدي بالاعتماد على القرآن فقط؟ طيب إذا اختلفنا في تفسير آية، من الذي يحل المشكلة؟ هنا تقع الكارثة أيها الأحبة. سبب هذه الظاهرة، قبل أن أكمل، أن النبي أنبأنا أن الله تعالى سيقبض العلم، سيقبض العلم، لا ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، بل بموت العلماء، وهذا من علامات اقتراب الساعة. الظاهرة التي نراها اليوم هي من علامات اقتراب الساعة. العالم يموت، يأتي بعده جاهل، وبالتالي يكثر الجهل ويكثر من يقتنع بكلام هؤلاء الجهلاء حقيقة بكلام الله تبارك وتعالى. انظروا أيها الأحبة، أنا سأعلمكم طريقة، يعني لا تصدقوا كلامي ولا كلام فلان ولا كلام فلان. أنت عندما تأتيك معلومة أخي الحبيب، اذهب إلى القرآن وابحث بنفسك كما أفعل أنا، اكتب: نحن الآن نريد أن نبحث عن معلومة في القرآن تتعلق بطاعة الرسول، أنا أريد أن أعلم هل أمرني الله بطاعة الرسول الآن اليوم، أم هو أمر فقط لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في زمانه وأطاعوه في المأكل والملبس والمشرب والأوامر والنواهي وكذا وانتهى الأمر، والآن جاء دور أن الإنسان يضع تشريعات لنفسه ولكن بشرط أن لا يخالف القرآن؟ وهذه فيها مغالطة أيضا، لأنك كيف تعلم أنك لا تخالف القرآن؟ يعني هناك شخص مثلا قال إن الخمر حلال، لأن الآية تقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لم يقل حرام، قال فاجتنبوه. إذن اجتنبوه لا تعني أنه محرم، هكذا فهم الآية. طيب من الذي يحل الإشكال؟ كيف نحل الإشكال؟ يعني يجب أن نذهب إلى آية، إلى حديث نبوي يوضح لنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، انتهت القضية. حديث حل لنا المشكلة: ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، لتبين. إذا بين لنا هذه الآية انتهت القضية. طيب يأتي شخص يقول لك: هناك في الأسواق أسماء كثيرة للخمر، يعني وهي ليست خمر. الخمر هو الخمر المعروف عند العرب قديما في زمن الجاهلية، الذي كان يتغنى به الجاهليون أيام الكأس والمدام، ويطلقون عليها أسماء وكذا. فيقول يعني هناك أنواع عديدة من المشروبات الروحية يسمونها أو الكحولية، ليست هي الخمر المقصود. طيب من الذي يحل لنا المشكلة؟ إنسان يقول لك هذه ما يسمى مثلا الويسكي أو كذا، يقول لك هي خمر. شخص آخر يقول لك لا، ليست خمرا. طيب من يحل المشكلة؟ يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليقول لنا إن من علامات الساعة أن يستحل الناس الخمر، والناس يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم،
يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، تجد أسماء عديدة وبالنتيجة هي خمر. إذا حلت مشكلة. الحديث النبوي بين لنا الطريق وحل لنا المشكلة، وإلا إذا كان كل واحد سيأخذ آية ويفسرها، كل واحد سيصنع مذهبا لنفسه.